بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، هكذا تتواصل الانطلاقات وأشواطنا في هذا الصباح. شوطا تلو الآخر ينطلق شوطنا الحادي عشر الذي يخصص أيضا الانطلاقات ومنافسة أيضا مشاهدي الكرام تحديات أشواطنا في هذا الصباح المميز. نسير إلى مقدمة هذا الشوط وناخذ البداية الأولى من تصدرت القيادة وقادت المركز الأول. هنا كيف أيضا هنا تتواجد مشاهدي الكرام، ولكن أيضا لهجن الشحانية أو اللي هي مشاهدي الكرام أو شواهين، قيرت شواهين لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون، بينما المركز الثاني تتواجد لهجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا استطلاع على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتواجد هملولة من هجن الرياسة علي بن جمي الوهيبي، بينما الحضور والتقدم من شعار سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد يقدم لنا حضور يا ريام عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، بينما الوصول ايضا هناك تتواجد القادمة اللي هي خيرة لسمو الشيخ خالد بن احمد بن خالد الثاني، وسلطان بن قابش ايضا بن خلف الشمري يقدم لنا حضوري وتواجد ايضا اللي هي خيرة العين، وصلت ايضا قادمة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايدان هيان، وعوض بن مبارك المهيري يقدم حضوري الشعار العناوي، بينما الوصول والتقدم ايضا حضوري من شعار سمو الشيخ ذياب اما اللي قادمة. مشاهدنا الكرام تتواجد بهذا الشعار لسمو الشيخ شعار لي ايضا هنا تتواجد بشعار سمو الشيخ ايضا زايد بن سيف بن محمد آل هيان ومحمد بن سالم اليديلي يقدم هذا الحضور وهذا التواجد، بينما هناك الوصول وصلت مشاهدي الكرام ريام لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل هيان يقدم تواجدي وحضور ريام، وصلت هملولة تحركت هملولة سابعا لهجن الرياسة علي بن جمي الوهيبي، ثامنا هناك الوصول من قبل شمعة هجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل المري يقدم لنا شمعة، وصلت على المركز التاسع ايضا او الثامن هنا الواصلة لهجن الشحانية قادمة بهذا الشعار مع المضمر محمد بن خالد العطية، يقدم لنا حضوري وتواجد اللي هي كرة مشاهدينا الكرام، بينما وصلت وتحركت ايضا انا القادمة اشعاع من هجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل البرنزي يقدم هذا الحضور، بينما عودتنا الى التحدي، عودتنا الى الصدارة، عودتنا الى المركز الاول، الى خيرة خيرة على المركز الاول لايضا سمو الشيخ خالد بن احمد بن خالد او سعادة الشيخ خالد بن احمد بن خالد الثاني، سلطان بن قابش ايضا الشمري ايضا من يقدم حضوري وتواجد خير على المركز الاول، ولكن العين تزين ايضا هذا الميدان بمراقبتي وتحدي ايضا هذا الحضور، وعلى ايضا في تحدي هذا الشوط، وعوض بن مبارك يقدم حضوري وتواجد العين المملوكة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، ولكن التغيير اللي غيرت على المركز الاول، بدت تتولى القيادي كرة غيرت لهجن الشحانية، وأيضا هناك اللي هو محمد بن خالد من يقدم حضور وتواجد كرة، ولكن شوف الواصلة مشاهدنا الكرام القادمة شواهين من هجن الرياسة، وصل المجازف محمد بن عتيق بن زيتون يقدم لنا شواهين، بينما الوصول أيضا هنا بدت تتحرك مشاهدنا الكرام شمعة هجن الشحانية
الجحانية جار الله بن محمد بن عقيل، بينما هناك الوصول أيضا القادمة مشاهدينا الكرام العين على المركز الرابع لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. عوض بن مبارك المهيري يقدم لنا العين على المركز الرابع الواصلة أيضا شعاع من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. على المركز الخامس بدأت تشتد المعركة، معركة هذا الشوط. المركز السادس هناك الوصول القادمة مشاهدينا الكرام اللي هي الكادي من هجن الشحانية سالم بن فاران المري على المركز السادس. وسابعا هنا الوصول ما شاء الله الكيل والمتر الأخير، التحدي الأخير كرة كرة كرة، ولكن شواهين شواهين مغيظ هنا على الصدارة. على المركز الأول الحمر الحمر مر وعبر على الصدارة على مقدمة الشوط المجازف المجازف هذا الحضور، ولكن أنا المركز الثاني من شعار هجن الشحانية وصل أيضا يتحرك تتحرك اللي هي شمعة شمعة، ولكن شواهين بلا أي أوامر بلا أي تعليمات حاضر شواهين مقلعة في سماء ميدان المرموم على المركز الأول أيضا حاضر بهذا الأداء المجازف المجازف يقدم حضوره يقدم تواجده شواهين هجن الرياسة وش شمعة بالمحاولة لهجن الشحانية، ولكن سلام سلام يا الأحمر سلام سلام يا الرياسة سلام. شايدا النقطة الثامنة على التوالي وشكرا يا المجازف أيضا يسجل النقطة الثامنة مع هذا الشعار شعار هجن الرياسة. تهانينا والناموس أيضا لهجن الرياسة، تهنئة لمحمد بن عتيق بن زيتون المركز الثاني. وصلت فيه مشاهدي الكرام شمعة لهجن الشحانية المركز الثالث، حملون لهجن الرياسة رابعا لهجن الشحانية، وخامسا أيضا الشهنية لهجن العاصفة. ما شاء الله تبارك الرحمن، تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز شواهين بهذا الشوط التي قدمت أداء جميل وحضور مشرف. 7:29 جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية لمحمد العتيق بن زيتون. بينما المركز الثاني 26 الأول 7:26 وجزء واحد من الثانية، تهانينا لهجن الرياسة والتهنية لمحمد العتيق بن زيتون. بينما ثانيا وصلت في شمعة لهجن الشحانية 7:27 خمس أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس أيضا لجار الله بن محمد بن عقيل. بينما المركز الثالث هملولة لهجن الرياسة.